والى مؤشرات البورصة المصرية مشاهدينا التي تباينت بختام التعاملات اذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشر اي جي اكس 70 واي جي اكس 100 تراجع راس المال السوقي بنسبة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 728.962 مليار جنيه على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة فاصل 2. في المئة ليغلق عند مستوى 11538 نقطة في المقابل تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي 70 متساوي الاوزان بنسبة وصلت الى 2.82% في المئة ليغلق عند مستوى 2135 نقطة كما هبط مؤشر اي 100 متساوي الاوزان بنسبة 2.29% من 100, في 100% ليغلق عند مستوى 3136 نقطه. إلى أسواق العملات مشاهدينا حيث تابعينا تسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 15 جنيه 66 قرشا للشراء مقابل 15 جنيه 75 قرشا للبيع اليورو يسجل 17 جنيه 63 قرشا للشراء مقابل 17 جنيه 64 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني ل 20 جنيه فاصل 74 قرش للشراء مقابل 20 جنيه 87 قرشا للبيع. هذا فيما له صله بالعملات الاجنبيه مقابل الجنيه المصري. بالحديث عن العملات العربيه، الدرهم الاماراتي يسجل 4 جنيه 26 قرش للشراء مقابل 4 جنيه 29 قرش للبيع. الريال السعودي يسجل 4 جنيه 17 قرشا للشراء مقابل 4 جنيه عشرين قرشا للبيع